بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بكل الناس اللي بتسمعني النهاردة وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. جايلكم النهاردة بأغرب قصة ممكن تسمعها في تاريخ حياتك، فمبدئيا لو بتخاف بلاش تتفرج على الفيديو، ولو لسه مكمل معايا الفيديو فأنا طالب منك إنك تخش أوضتك تنام على سريرك وتهدي الإضاءة وأنا هنزل لك بصوت المطر. أحداث قصتنا حصلت في 2011 وبطل قصتنا هو عم جلال. كان في الوقت ده عنده حوالي 52 سنة وكان عايش لوحده بعد ما زوجته توفت وبنته اتجوزت. عم جلال كان بيحس بالملل وفكر ان هو ينزل يشتغل، وفعلا لقى شغلانة في شركة مقاولات. الشركة دي كانت بتعمل مشاريع منفصلة، يعني بتروح مكان تعمل مشروع معين وتدي اجازة بعدها بكم شهر او كم اسبوع تتنقل لمكان تاني تعمل فيه مشروع، مش عارف قوي طبيعة الشغل. لكن هو كان دوره حارس، كان بيحرس المعدات بالليل في الموقع اثناء نوم المهندسين. وعم جلال كان بيحب شغله جدا لانه كان بيخليه يتنقل من مكان للتاني ويشوف ناس مختلفة. وفي يوم من الايام عم جلال جات له مأمورية في مكان بعيد، المنطقة كلها كانت منطقة زراعية واقرب بلد ليهم على بعد تقريبا 500 متر. عم جلال بيبدأ شغله الساعة 12 بالليل بعد ما كل المهندسين تنام، ويقعد كده بقى مع نفسه يشغل الراديو، يسمع ام كلثوم، يسمع شوية قرآن، يصلي، يعمل كوباية شاي. المشروع كان مدته 10 أيام، وأول 6 أيام عم جلال ما لاحظ فيها أي حاجة، وفي اليوم السابع تقريبا الساعة 3-3:30 بالليل عم جلال شاف حاجة منورة من بعيد زي مصباح، شمعة، نار. فقام عم جلال من مكانه عشان يروح يشوف إيه سر الإضاءة ده. فضل عم جلال يقرب 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 لحد ما وصل مكان الإضاءة، بس اللي شافه عبارة عن تقريبا بطانية كده وشوية شمع منورين. عم جلال فكر ان هي دي كانت تقريبا يعني قعدة رومانسية ما بين واحد وواحدة، واستغرب يعني مين اللي جاله دماغ ان هو يروح مكان زي ده. رجع عم جلال للموقع وفي اليوم التاني شاف برضو نفس الشيء المضيء. قام بقى يجري عشان يلحق يشوف مين اللي بينور الحاجات دي ومين اللي بيقعد القعدة دي، لكن لما راح برضو لقى نفس الحوار، شمع وملقاش حد. في اليوم التالت بقى عم جلال كان مقرب من المكان قوي عشان اول ما يجي الناس دي يجري عليهم على طول. فضل عم جلال مستخبي ورا شجرة، وفعلا في حدود الساعة 3:30 بالظبط لقى واحد لابس جلابية غريبة ومعه بطانية وبيفرشها ولسه بيولع الشمع. عم جلال جري عليه، الراجل اول ما شافه فضل يجري وعم جلال يجري وراه، لكن عم جلال اتكعبل ووقع، واول ما قام ملقاش الراجل. رجع تاني للفرشة وقال انا هلم بقى البطانية والحاجات دي عشان الراجل ده ما يجيش هنا تاني. وهو بيلم الحاجة لقى خاتم كبير غريب. عم جلال مسك الخاتم كده واستغربه، هو خاتم لا ذهب ولا هو فضة، هو خاتم عادي بس غريب كده وعليه رسومات وفصوص. في اليوم اللي بعده وده كان اليوم العاشر اكتشف عم جلال ان ده اخر يوم ليه في الموقع ده، فقرر بقى ان هو يسيب البطانية ويسيب الحاجة للراجل. يعني قال خلاص بقى انا كده كده ما يلزمنيش، الراجل ده يطلع حرامي يطلع اي حاجه، انا مش خلاص همشي بالمكان ده. وفعلا ساب البطانيه والكلام من ده لكن نسى الخاتم في جيبه. روح عم جلال ودخل بيته، طبعا اخد شاور ونام وصحى تاني يوم الصبح. واول ما جاء عم جلال عشان يشغل التلفزيون على اذاعه القران الكريم التلفزيون قفل فجاه. عم جلال مسك الراديو بتاعه وجا برضه يشغله على القران الكريم، الراديو قفل برضه بنفس القفلة الغريبة كده، طرقعه ويقفل. عم جلال قال ايه اليوم الجميل اللي باين من الاول ده، لكن ما اهتمش وقام وحضر الفطار وفضل يظبط شوية حاجات وبدأ يغسل هدومه اللي كان بيستخدمها ايام الشهر. وهو بيكمل غسيل لقى الخاتم في هدومه يعني، فقال الله ده انا نسيت اسيب الخاتم ده لصاحبه. عم جلال حط الخاتم كده على الترابيزة وكمل غسيل عادي. وقبل ما الظهر يأذن عم جلال اخد التلفزيون والراديو عشان يروح يصلحهم، وقال هروح هسيبهم عند الراجل واروح اصلي وارجع تاني اخد التلفزيون والراديو. فعلا عم جلال عمل كده، وبعد ما صلى الظهر رجع للراجل اللي بيصلح. الراجل قال له التلفزيون والراديو ما فهمش اي حاجه شغالين. استغرب عم جلال وقال له يعني مش عايز فلوس؟ الراجل قال له لا طبعا. اخد عم جلال التلفزيون والراديو وراح البيت. فتح عم جلال التلفزيون لقى شغال، قال طيب الحمد لله. فضل بقى يقلب 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 لحد ما جت قناة لإذاعة القرآن الكريم. فجأة لقى التلفزيون بيطلع شياط وقام واقف فجأة.
راح للراديو، والراديو كان مزبوط اصلا على قناة القرآن الكريم. واول ما شغل الراديو برضو الراديو راح مفرقع فرقع كده وقام فاصل. عم جلال قاعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عم جلال اصلا يعني هو راجل بسيط بيصلي وبيتقي ربنا، لكن يعني مش بيؤمن بالعفاريت قوي او يعني بعيد عن المجال ده، يعني ما مش بينسب اي حاجة ان ده عفريت او ده كلام من ده. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ايه، اما اخش انام شوية. ودخل فعلا ينام وصحى قبل صلاة العصر عشان يتوضى وينزل المسجد عشان يصلي. لكن وهو داخل عشان يتوضى لقى الخاتم اللي كان حطه على الترابيزة. مسك الخاتم وقعد يبصله كده، لقى الخاتم عليه شمعة، يعني من فوق كده عليه حتة شمعة كده لازقة. فحاول يطلعها بضفره ما طلعتش، فقام راح جاب ولاعة عشان يسخن الشمعة دي ويشيلها. وأول ما قرب النار من الخاتم، الخاتم اتنطر من ايده، وعم جلال نفسه اتنطر بعيد. عم جلال لأول مرة في حياته يحس بالخوف وان في حاجة مش مظبوطة هو مش فاهمها، مش عارف في ايه. لكن عم جلال ربط الأحداث ببعضها وقال أكيد الراجل اللي هناك ده راجل مشعوذ أو ليه في الأعمال والأسحار وكلام من ده، والخاتم أكيد مسحور. وقال أنا مش لازم أسيب الخاتم ده في البيت ده تاني، أنا لازم أتخلص من الخاتم ده بسرعة. حط عم جلال الخاتم في جيبه ونزل يصلي العصر. وقال لما نخرج من صلاة العصر هسأل الشيخ، أو لو ما عندوش إجابة للموضوع ده أنا هاخد الخاتم ده أرميه في أي حتة، أرميه في البحر، أرميه في الزبالة، أرميه في أي حتة. لكن عم جلال أول ما قرب من المسجد حس بأنه كل جسمه بيقف مش قادر يتحرك. حاول يعني يقاوم كده ويمشي شوية، ما قدرش، وفجأة أغمى عليه. صحى عم جلال لقى نفسه في بيته وجيرانه ملمومين عليه وبنته عنده والدنيا مقلوبة. عم جلال قال لهم هو أنا حصل لي إيه؟ الناس قالوا له ما فيش يا عم جلال، أنت كنت راح تصلي لكن إيه شكلك كان تعبان ووقعت وإحنا جبناك هنا وندهنا بنتك وكلام من ده. بنته بقى بدأت تقول له يا بابا انت كبرت وتعال عيش معايا وما انتش عايزك تشتغل وخد بالك من نفسك واحنا مناش غيرك والكلام ده. عم جلال قال لهم ما تقلقوش عليا يا جماعة، انا زي الفل الحمد لله. وقوم يا بنتي روح على بيتك، اكيد جوزك وعيالك محتاجينك. قالت له لا يا بابا ولازم افضل معاك. قال لها يا بنتي انا تمام، صدقوني انا يا جماعة انا تمام. ولما الناس جيران عم جلال شافوه واقف على رجليه عادي وبتحرك والدنيا تمام، كل واحد بقى فضل يسحب نفسه لحد ما فضلت بنته. قالت له يا بابا انت متاكد ان انت كويس؟ طب تعال اقعد معايا يومين. قال لها يا بنتي صدقيني انا تمام. واول ما بنت عم جلال نزلت، عم جلال مد ايده في جيبه ما لقاش الخاتم، يدور يمين يدور شمال ما لقاش الخاتم. قال الحمد لله جت من عند ربنا. اما قوم بقى اتوضى وصلي العصر اللي ما صليتوش. واول ما عم جلال دخل الحمام علشان يتوضى، واول ما بدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم سمع صويت جامد في الشقه. قال يا ترى الصوت ده جاي منين؟ حد من الجيران؟ فتح الباب يبص من الشباك ما لقاش حاجة. قال لك اما ادخل اتوضى عشان اصلي. اول برضو ما دخل وعشان يبدأ يتوضى سمع نفس الصويت وصريخ واصوات غريبة جدا. قعد عم جلال على الكرسي وبيبص جنبه كده على الترابيزة، لقى الخاتم في نفس المكان اللي حطه فيه الاول. عم جلال قال الخاتم ده سبب كل الكوارث اللي انا فيها، انا لازم اتخلص من الخاتم ده، بس مش هرميه من الشباك يمكن حد يلاقيه حرام، انا هروح ارميه في البحر. نزل عم جلال من بيته وكان في جيبه الخاتم. وهو ماشي في الطريق قابل الشيخ علاء. الشيخ علاء ده امام المسجد اللي كان بيصلي فيه عم جلال. الشيخ علاء وقف عم جلال وقال له انا سمعت ان انت كنت تعبان، انا اسف ان انا ما عرفتش اجيلك. عم جلال قال له لا والله انت جيت في الوقت المناسب. عم جلال بدا يحكي حكايه الخاتم وازاي لقاه والمواقف اللي تعرض ليها. بص له الشيخ علاء وقال له بص يا عم جلال، كل المواقف اللي انت حكيتها مفيش فيها حاجه خطيره او نقدر نقول ان هي ما وراء الطبيعه، كل دي ممكن تكون صدفه او انت بكبر الموضوع. الشيخ علاء قال له انا اعرف واحد صديقي بيشتغل في الخواتم الفضه والصناعات اليدويه والكلام ده وعنده خبره كبيره في الموضوع ده، تعال نروح له ونعرض عليه الخاتم وهو يقول لنا ايه قصه الخاتم ده. خد الشيخ علاء عم جمال للراجل صاحبه، والراجل صاحبه كان قاعد في محل قديم وهو كان راجل كبير في السن يعني. وروا له الخاتم، الراجل مسك الخاتم وقعد يبص فيه. الراجل فضل يبص لهم ويبص للخاتم ويفحصه ويبص لهم ويبص للخاتم ويفحصه. عم جلال قال له هو في ايه؟ قال له انت لقيت الخاتم ده فين؟ عم جلال قال له انا لقيته في منطقة زراعية. الراجل بص له قال له مستحيل الخاتم ده تكون لقيته في منطقة زراعية، الخاتم ده اصلا مش مصنوع في مصر. الخاتم ده مصنوع ب 12 معدن وفي معادن نادرة
مستحيل تكون موجودة في مصر. وقال له أنا ممكن أشتري منك الخاتم ده ب10,000 جنيه. عم جلال بص له وقال له بص، هي الفكرة مش فكرة فلوس، الخاتم ده ورا قصة. وبدأ عم جلال يحكي له المواقف الغريبة اللي حصلت له والخاتم ده معاه. الراجل العجوز قال له أنا مصدقك، والخاتم ده جواه شر كبير جدا، وأنا الوحيد اللي أقدر أخرج الشر ده منه. هنا دخل الشيخ علاء وقال له لأ، فهمني بقى إيه الحكاية. الراجل العجوز قال له من الآخر كده، الخاتم ده جواه جني. الشيخ علاء قال له ما تصلي على النبي في قلبك كده، جني إيه وخاتم إيه اللي جواه جني؟ هنا عم جلال اتدخل في الحوار وقال له بص، عليه جني مش عليه جني، انت خد الخاتم واتصرف فيه لو تعرف يعني تصد شره وصد شره، وانا عايز امشي، سلام عليكم. وخرج عم جلال من المحل وجا وراه الشيخ علاء. الشيخ علاء قال له طب ما تستنى نفهم. قال له يا عم انا مش عايز افهم، انا طول عمري بعيد عن المواضيع دي ومش عايز اتدخل في المواضيع دي. الشيخ علاء قال له انت فعلا عندك حق. عم جلال روح بيته ودخل ينام، لكن الشيخ علاء روح بيته وفضل يبحث عن الموضوع ده على الانترنت والكتب والكلام من ده. وفي الوقت ده الراجل العجوز خد الخاتم وطلع جري على بيته وكأنه لقى كنز. عدى على الحوار ده 10 أيام. في ال10 أيام ده عم جلال كان بيحلم بكوابيس فظيعة، أفاعي، صوت بتهجم عليه، وحوش بتهجم عليه، كان أحلام فظيعة جدا. لكن كان بيصحى ويستعيذ بالله ويتوضأ ويصلي وما فيش أي مشكلة. في الوقت ده بقى الشيخ علاء جمع معلومات مهمة جدا عن استخدام الخواتم في السحر. وفي اليوم ال11 عم جلال حلم بكابوس فظيع جدا، حلم بالراجل صاحب الخاتم وهو بيهدده وبيقول له لو ما جبتش الخاتم انا هخلع عينيك من وشك. وكان شكله فظيع جدا لدرجة ان عم جلال صحى من الكابوس ده مفزوع ونزل عشان يقابل الشيخ علاء. لكن اول ما نزل الشارع شاف حكومة وبوكس وحاجات كتير كده. قال في ايه؟ سأل الناس في ايه يا جماعة؟ قالوا له ان الراجل العجوز اللي اخد منه الخاتم لقوه مقتول في شقته. عم جلال جرى للشيخ علاء وقال له عرفت اللي حصل؟ قال له البقاء لله. والشيخ علاء قال له على فكرة احنا مطلوبين في النيابة عشان التحقيق. عم جلال قال له التحقيق ايه؟ قال له ان الراجل مات مقتول، ما ماتش موتة طبيعية. عم جلال قال له مين اللي قتله؟ الشيخ علاء قال له لما هنروح هنعرف. طبعا الحكومة في الوقت ده كانت بتستدعي كل من كان ليه صلة بالراجل المتوفي، كل اللي زاره في الفترة الأخيرة، كل اللي كان بيتردد عليه، كل أصدقائه، كل جيرانه المقربين، وطبعا كان منهم الشيخ علاء. المشكلة ان الراجل ده مات موتة غريبة جدا، لقوا راسه منفصل عن جسمه ولقوه متخرم، يعني الجمجمة بتاعته فيها ثقب كبير كده وجسمه فيه ثقوب كبيرة، يعني حتى ما همش عارفين الآلة اللي مات بيها، يعني ايه يعني ما فيش سكينة تعمل الثقب ده، يعني مات ازاي الموتة الغريبة دي. وبعد التحقيق مع الشيخ علاء وعم جمال طلعوا طبعا، لانهم يعني اخر مرة شافوه كان من 10 أيام وانهم ما لهمش علاقة بالموضوع. كمان التحقيقات اثبتت ان الراجل ده دخل بيته من 10 أيام ما خرجش، يعني فضل 10 أيام ما فتحش المحل، فضل 10 أيام في بيته لحد ما اكتشفوا ان هو اتوفى بالشكل الغريب ده. كمان أداة الجريمة المستخدمة كانت عقبة في التحريات، هما مش عارفين ايه الأداة الجريمة المستخدمة، يعني الثقوب دي اتعملت منين. فأحالوا الجثة للطبيب الشرعي عشان يعمل تقرير عنها مفصل يعني. كمان لقوا في بيت المجنى عليها او القتيل، لقوا بقى كتب سحر وجماجم وعظم من المقابر وكلام من ده، فعرفوا كمان ان هو اكيد كان شغال في السحر والكلام ده. عم جلال بعدها راح للشيخ علاء وقال له يا شيخ علاء، هو احنا السبب ان الراجل ده يموت الموتة دي؟ الشيخ علاء قال له بص يا عم جلال، انا هقول لك اللي انا عرفته عن الموضوع ده من خلال بحثي وقراءاتي وكده، ان كبار السحرة بيستخدموا الخواتم في تسخير الجن، وان الخواتم دي بتحمل قوة كبيرة جدا، لكن اللي يعرف يستخدم الخاتم واللي يعرف اسم المارد اللي عليه او الجن اللي عليه عشان يستدعيه ويطلب منه حاجات. راح عم جلال ودخل اوضته عشان ينام، لكن الكوابيس كانت بتزيد، والكوابيس كانت بمثابة رسائل لعم جلال من الراجل صاحب الخاتم الاصلي. الراجل كان دايما بيهدده، وفي حلم من الاحلام دي
الراجل صاحب الخاتم جال عم جلال وقال له لو ما جبتليش الخاتم انا هولع شقة بنتك بكره. صحى عم جلال مفزوع ومسك الموبايل بتاعه بسرعه يتصل ببنته ويطمن عليه. فضل يرن على بنته، بنته مش بترد عليه. فضل يرن مره واتنين وتلاته، بنته برضه ما ردتش عليه. عم جلال لبس بسرعه وطيران على بيت بنته، واول ما راح هناك لقى مطافي والدنيا مقلوبه. في ايه يا جماعه؟ عرف ان بنته شقتها اتحرقت. قال طب بنت فين؟ قالوا له في المستشفى. جرى عم جلال بسرعه على المستشفى والحمد لله لقى بنته وجوزها وابنهم يعني عندهم حروق خفيفه كده، بس هم اتخانقوا من الدخان. عم جلال قال لبنته هو ده حصل ازاي يا بنتي؟ قالت والله ما اعرف يا بابا، انا صحيت الصبح لقيت النار مولعه في المطبخ، حاولت اطفيها لقيت النار مولعه في الصاله، صحيت جوزي وابني وطلعنا نجري بره البيت. قالت له لكن يا بابا انا بقالي فتره بحلم بكوابيس وحد بيهددني. هنا عم جلال دمع وخد بنته في حضنه وقال لها ان شاء الله ربنا يزيح عننا الغمه دي ان شاء الله. قالت له مالك يا بابا، هو في حاجه انت مخبيها عني؟ عم جلال قال لها لا مفيش يا بنتي، بس انا زعلان بس ان انا شفتك بالمنظر ده. عم جلال خرج من المستشفى وهو مقرر ان هو لازم يقابل الراجل صاحب الخاتم ده، لازم هو اللي يدور عليه ويعرف هو عايز منه ايه وازاي بيتواصل معاه في الاحلام بالشكل ده. عم جلال راح للشيخ علاء وقال له احنا لازم نلاقي الراجل ده، لازم نحل المشكله دي في اقرب فرصه. خد عم جلال الشيخ علاء وسافروا على المنطقه اللي كان فيها الموقع، وراحوا للقريه القريبه من المكان، وفضلوا يسألوا عن شخص بالمواصفات اللي عم جلال بيشوفها في أحلامه، لكن أهل القرية كلهم محدش عارف حد بالمواصفات دي. ما كانش قدام عم جلال إلا إن هو يروح يستنى الراجل في المكان اللي كان بيشوفه فيه زمان. فخططوا إن هم يفضلوا في القرية ولما الساعة تيجي 12 كده يبدأوا يتوجهوا للمكان البعيد اللي كان بيشوف فيه الراجل زمان. وفعلا الشيخ علاء وعم جمال استنوا الراجل من الساعة 1 لحد الساعة 3:30، وفي تمام الساعة 3:30 شافوا ضوء خافت جاي من بعيد. فضلوا يقربوا للضوء لحد فعلا ما شافوا الراجل. الراجل كان مغطي وشه. الشيخ علاء قال السلام عليكم، لكن الراجل ما ردش ومد ايده، والراجل كان ايده قذرة جدا. عم جلال يعني مش عارف هو الراجل بيمد ايده يسلم ولا ايه، فحاول ان هو يمد ايده عشان يسلم عليه، الراجل ما سلمش عليه وحرك صوابعه زي ما بيقول له هات. عم جلال قال له بص اقسم بالله انا ما كان قصدي اخد الخاتم، ولما لقيت الخاتم ده وعمل لي مشكله واحد اخده مني والواحد ده مات، وانا ما اعرفش الخاتم فين دلوقتي، والحكومه عامله حظر على بيته لانها جريمه قتل، فانا ما اقدرش اساعدك، انا كل اللي عايزه منك انك تبعد عني وتبعد عن أسرتي. الراجل رد عليه بصوت مضخم كده مش صوت بشري وقال له 3 أيام والخاتم يكون عندي. الشيخ علاء قال له يا عم صلى على النبي، الراجل بيقول لك إن الراجل مقتول وما يعرفش الخاتم فين. هنا الراجل صاحب الخاتم اتسحب لورا، يعني ما كانش بيرجع لورا، لا بيتسحب كده زي ما يكون في رجله عجل. فضل يتسحب كده بطيء وفجأة بسرعة البرق اختفى من قدامهم. كل ده وعم جلال عمال يصرخ استنى استنى، والشيخ علاء عمال يهديه. عم جلال قال للشيخ علاء سيبني احنا ما حلناش الموضوع كده، انا عايز اوصل لحل. الشيخ علاء قال لعم جلال انت مش شايف؟ انت متخيل ان قدامك ده انسان زينا؟ انت مش شايف ايده كانت عامله ازاي ولا صوته ولا شوف السحب ازاي؟ عم جلال قال له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ الشيخ علاء قال له تعال نروح دلوقتي واكيد الرساله هتوصل لك في الحلم زي كل يوم. عم جلال قال له وافرض اذو بنتي هعمل ايه؟ الشيخ علاء قال له انت في ايدك حل تاني؟ عم جلال قعد يهرش في دماغه وقال له لا. الشيخ علاء قال له طب استهدى بالله وتعال روح من المكان ده. وخد الشيخ علاء عم جلال وروح فعلا البيت. وفي اليوم ده الشيخ علاء قال له انا بات معاك بس انت في اوضه وانا في اوضه. اليوم ده عم جلال ما جالوش نوم، حاول ينام ما عرفش لحد ما النهار طلع. نام عم جلال وما حلمش بحاجه. وتاني يوم بالليل عم جلال حلم بأفظع كابوس كان ممكن يتخيله. حلم بالراجل وبيقول له قدامك 3 أيام وموت بنتك لو ما جبتش الخاتم. جرى عم جلال للشيخ علاء وقال له لازم نشوف حل، بنتي هتموت. تعال نروح القسم ونشوف حصل ايه. الشيخ علاء قال له حصل ايه في ايه؟ دي جريمة قتل، انت عايز تحشرنا في جريمة قتل؟ عم جلال قال له انت عارف كويس ان دي مش جريمة قتل، وبعدين احنا بره الموضوع خالص.
احنا لو عمرنا دخلنا بيته ولا بصماتنا جوه ولا لينا علاقة بالموضوع. انا عايز بس اسأل الضابط على الخاتم. بنتي هتموت يا ناس، ولو ماتت انا عمري ما هسامح نفسي، هموت وراها. الشيخ علاء مع اصرار عم جمال فكر شوية وقال له بص، احنا نروح ونحكي للضابط على كل حاجة وهي ورزقها. الشيخ علاء وعم جلال راحوا القسم وطلبوا ان هم يقابلوا الضابط، وقالوا له احنا من فترة لقينا خاتم وديناه للراجل اللي مات ده. الراجل شافه وقال له الخاتم ده انا عايزه، اداه له، لكن ما نعرفش ان الخاتم ده وراه لبخ وعفاريت وجان. الضابط سمع كلامهم كده وقال لهم بصوا، على فكرة التحريات والحاجات اللي لقاها في الشقة عارفين ان الراجل ده كان ليه علاقة بالجن والعفاريت والكلام من ده، لكن انا مش فاهم انتوا عايزين ايه دلوقتي. عم جلال قال له ابوس ايدك، انا عايز الخاتم، بنتي في خطر. الضابط قال له وضح لي اكتر. عم جلال حكى له على الكوابيس اللي بتحصل له واللي بتتحقق في الحقيقة، وان قدامه 3 ايام بالظبط لو ما جابش الخاتم بنته هتموت. الضابط قال له للاسف انا مش هقدر اساعدك، بس انا ممكن ادلك على حاجه تانية. مقتنياته كلها خدتها بنته، لان كل مقتنياته كانت عباره عن خواتم وسلاسل واشياء يدويه، فانا ما اقدرش احدد الخاتم اللي انت عايزه، وما اعرفش انا اساسا شفته ولا لا، فانت ممكن تروح لبنته وتتواصل معاه. واداله عنوان بنته. خرج عم جلال والشيخ علاء من القسم، والضابط كان عامل احتياطاته كويس. هو سمع كلامهم بس كان شاكك هل ليهم علاقة بالجريمة، فبعت وراهم واحد يراقبهم. جرى الشيخ علاء وعم جلال على بيت البنت وقابلوها، لكن بنته كانت مريبة وقالت لهم لو عايزين الخاتم ده ادفعوا 100,000 جنيه. عم جلال قال لها وريني الخاتم، لو طلع هو هديك يا ست اللي انت عايزاه. طلعت له كل الخواتم اللي عندها، لكن للأسف مفيش ولا خاتم فيهم هو الخاتم اللي عايزه عم جلال. عم جلال قال لها أبوس رجلك، دي كل الخواتم اللي عندك؟ قالت له لا، في لسه خاتم واحد بس، هو مش نحاس ومش فضة، مش قيم يعني، أكيد مش ده اللي بتدور عليه. عم جلال قال لها يا ست ورهولي ورهولي بس. دخلت أوضتها وطلعت بالخاتم، قالت له هو ده. عم جلال أول ما بص للخاتم آه هو ده. البنت قالت له لا، هات الفلوس الأول. عم جلال قال لها هديك اللي انت عايزاه يا ستي، بس نخلص من الحوار ده. هي مرضتش تديله الخاتم اللي ما يكتب لها وصل أمانة ب100,000 جنيه، كتب لها الوصل وخد الخاتم ونزل. اتجه عم جلال والشيخ علاء للمكان اللي بيقابل فيه الراجل، وفضلوا يستنوا لحد ما الساعة جت 3:30. وفعلا جه الراجل بشكله الغريب ومد ايده، وفي الوقت ده عم جلال اداله الخاتم. وفجأة لقى قوات أمن محاصرة المكان، وتم القبض على الراجل ده، وأثبت التحريات إن هو على ذمة قواضي نصب واحتيال وشعوذة وكلام من ده. وتم الإفراج عن عم جلال والشيخ علاء. الغريب في القصة بقى إن هما ملقوش الخاتم، لا مع الراجل المشعوذ ولا مع عم علاء ولا مع عم جلال لحد دلوقتي. الأغرب كمان إن عم جلال بعدها ب8 شهور توفى في حادث عربية، وكان للأسف عينين الاتنين مش موجودين. تصبح على خير.